الله يرحمه، لكنه كان كيتصل بيا بعض المرات أكيد أكيد أنه الصراع على البطولة يكون شرس هذه السنة. فرق ما شاء الله مهيئة، السنة الماضية كانت نقاط قليلة كتفرق المتصدرين الأربعة الأوائل، لكن هذه السنة يعني ممثل المغرب في عصبة الأبطال اللي هو المداد الرياضي نأسف لخروج نادي الرجاء الرياضي بأسباب الأمطار الطوفانية اللي شهدتها الدار البيضاء، والأسف أنه المركب محمد الخامس رغم التبريرات ديال المسؤولين كتبقى بين قوسين، خاص أخصائي هما اللي يقولوا لنا ماشي السيد الملقاة على عاتقه تبرير الهفوات ديالو، ولو أنه ليست الهيئة يعني المسؤولة السيد جوهري أقص بالذكر. فالحمد لله أنه وداد الأمة متواجد للمرة السادسة على التوالي بمروره للمجموعات. هاد السنة إن شاء الله تعالى ما غاديش يتنازل، عرفنا الكبوة ديال السنة الماضية في عصبة الأبطال كانت كارثية، كانت يعني ديرو كريتمو يعني صرح بها رئيس الوداد بأنها كانت يعني ماشي في محل ديالها وما كانتش من الجهاز المختص، فتدارك الموقف هاد السنة والحمد لله أنه تم تجاوب مع الكثير من المطالب ديال نادي الوداد الرياضي في شخص الوداد الوينرز. فالحمد لله أنه الهيكلة غدا، فالوداد هاد السنة غدا تقول الكلمة ديالها في العصبة أكيد، لكن لأنه البطولة دائما الحمد لله أنها كتصار باش تاخدها، ولكن هاد السنة كنظن أنها إن شاء الله تعالى غدا تكون حصان يصعب يعني هزمه، نتمنوا من الله رغم أنه غدا تكون حتى الدورات الأخيرة هذا باش غادي تحسم، لكن الوداد ان شاء الله تعالى غادي يكون جاهز، غيكون جاهز ان شاء الله في المنافسات اللي باقا اللي هي المنافسات الثلاث اللي كاينه ان شاء الله تعالى.